مساء الخير يا شباب. هنتكلم النهاردة عن chapter 5. chapter 5 ده بيتكلم عن clearing system اللي هو المقصة. زي ما اتفقنا ان كل البنوك ليها شيكات عند بعض، فأكيد مش بنبعت مندوب يحصل وبعدين ناخد الشيك. ففي حاجة اسمها مصر المقصة بنعمل عندها clearing لإيه؟ للشيكس. طيب هيتبقى كده الفاينانشال ستيتمنتس بتاعت البنك، وده ان شاء الله دكتور محمد شعبان هيحله معانا ويحل حاجات عليه، لان الايتمز انتوا اوريدي خلاص عارفينها، هنلمها كلها مع بعض وان شاء الله يحل لكم عليها، وبكده يبقى احنا خلصنا المنهج بتاعنا. طيب يبقى الكليرنج سيستم زي ما اتفقنا هو مصر المقصة. كل البنوك عندها شيكات عايزة ان هي تعمل عملية التحصيل، انا مش عارف انا خليتكم تعملوا ريسيرش عن الكليرنج سيستم ولا لا. لو ما عملناش هنعمل طبعا في ورقتين تقولي العملية بتتم ازاي. طبعا هنا في المحاضرة اللي هنزلها لك في طبعا الكونديشنز وفي كليرنج سيستم وازاي الشيك يبقى اكسبتد كل الكلام ده. طيب خليني افترض معاكم مثال ان عندي ديبت كليرنج وكريدت كليرنج. ديبت كليرنج يعني العملاء سحبين او ماضيين على نفسهم شيكات، فالشيكات دي هتتاخد من ارصدتهم. كريدت كليرنج يعني العملاء مقدمين لنا الشيكات، والشيكات دي هتتعمل لها ايداع في ارصدته. كل بنك دي اسمها position statement للكليرنج هاوس. كل بنك مديني بيجتمعوا تقريبا كان مرتين او مرة تقريبا 11، وكل مندوب للبنك بيقدم الشيكات الديبت والكريدت. فعندي هنا بنك ناشونال بنك ومصر وكايرو بنك والنمبر اوف التشيكس presented. debit clearing لو احنا عايزين نريكورد الترانزاكشن ده، احنا اتفقنا دي شيكات مسحوبة على البنك، فهناخد من حساب العميل الـ 35 ونعمل عملية ايداع في السنترال في السنترال بنك، بحيث ان كل الحساب المجمع للشيكات كلها اللي هنعمل بيه مقصة، بدل ما البنوك تقدم انا اقدم لك وانت تقدم لي، طب ما هنعمل مقصة. تمام، فعملنا الايداع 35,000 وخدنا من حسابات العملة. في نفس الوقت العميل ده ليه فلوس، يبقى هناخد منين؟ من حساب السنترال بنك ونحط في حساب البنك المركزي. هنكرر الكلام ده لكل بنك، يبقى احنا كده عملنا مقص. الفلوس دي تنزل في حساب الكليرنج هاوس، مش ده التشيكس الدبت اهي دبت دبت دبت، ونحطهم في حساب الكليرنج هاوس، وبعدين ناخد من حساب الكليرنج هاوس ونديهم للحسابات الكريدت. يبقى احنا كده عملنا عملنا كليرنج. عملنا يا شباب كليرنج. طبعا في الكليرنج هاوس البوزيشن ستيتمنت الدبت لازم يساوي الكريدت لكل التشيكس اللي هتبقى presented. تمام، هنزل لكم المسألة دي ومسألة تانية سريعا تتحل فيش اي مشكلة.